اللي احنا خدناه اللي فات يا جماعه اسمه روتين بالبيشن. ما دام قلت روتين بالبيشن يبقى فيه اكيد ايه اللي مش روتين. في حاجه اسمها لاهايز ميثود، دي بس للمعرفه يا جماعه. لاهايز ميثود دي بتعمل كل اللي انا عملته في البالبيشن بس من قدام العيان. ولو انا قدام عيان يبقى انا حاسس بايه؟ هحس بالصمت. فلو تعمل نفس الخطوات اللي عملتها دي بس من قدام العيان وتحس بالصمت، دي اسمها لاهايز ميثود. بعد كده هو زي اللاهايز ميثود اللي فات دي بالظبط، بس لو انا رحت مثبت صوابعي وقلت العيان ابلع رياك، دي اسمها كرايل ميثود. حكمتك ايه يا عم كرايل؟ يعني ليه انت مثبت صوابعك وتقول العيان ابلع رياك؟ يقول لك عشان عايز الجويتر يتحرك واحس على السطح الفاين نودولاريتي. ساعات بيبقى في فاين نودولاريتي عامله زي الحمص، فيقول لك دي تجيبها ازاي؟ فهو من قدام زي الهايز ميثود اللي فاتت دي، وثبت ايديك وابلع رياك، فتلاقي بقى الحمص ده راح متحرك كده اهو وحسيته. الطرق ديت بس للمعرفه مش اكتر. انت اللي بتعرفها طبعا هي الروتين ميثود. لاهايز ميثود دي ان انا بحس اللي قدام بالصمت، دي للمعرفه، او ان انا اثبت ده واقول له ابلع ريقك عشان الفاين ديولارتي، اسمها كرايل ميثود للمعرفه. بعد بقى البربيشن يا جماعه از روتين هنعمل بركشن. تعمل بركشن لصدره ولا البطن يا جماعه؟ لا صدره ولا بطن. انا هعمل بركشن الحته اللي تهمني ده، ايه العظمه دي اللي اسمها المانوبريا. هي نوع من المانوبريا، ضل ولا رزق؟ تمام، ما تستهجل. ده ريزونانت طبعا لان وراك اللنج. اهي ريزونانت. ايه رايك بقى لو واحد عنده جويتر ورحت مخبط هنا لقيتها ضل، يبقى مين الضل اللي وراك ده؟ وراك جويتر، تبقى ريترو استنر جويتر. بعد البركشن على فكره البركشن يا جماعه مش بعمله للمانوبيان بس، واعمله كمان على اصبعي بقى للانتركوستال سبيس الاولاني. فيرست انتركوستال سبيس والسكند انتركوستال سبيس. لان على فكره الجويتر العريض كده لو نزل بينزل ورا المانوبريم ورا الميديال بارت اوف ذا فيرست انتركوستال سبيس. ويمكن كمان ينزل السكند. ليه انا على فكره خبطت على المانوبريم مباشره؟ لكن لما جيت اعمل بركشن انتركوستال سبيس حطيت صباعي. لان فكره البركشن يا جماعه ان انا احط عظمه اخبط عليها عشان تكبر الصوت واسمع ريزونانت او الضغط. اذا كان ربنا ناوي اعمل لك اوريدي عظمه اللي هي المانوبريم تخبط عليها مباشره، لكن في الانتراسكوستال سبيس ما عنديش عظمه فاضطريت احط صباع عشان اعمل البركشن بتاعي. فانت بتعمل بركشن المانوبريم والميديال بارت اوف ذا انتراكوستال سبيسز خوفا من الريترو ستانر بودر. شد السماعه. حد فيكم معاه سماعه؟ معاكمش سماعه مش مشكله، المهم بقى ان انت هتجيب السماعه واسمع ايه؟ بص لازم اسمع في الموز بلاد اكتر حته فاسكولار في الثايرويد جلاند. مين اكتر حته فاسكولار في الثايرويد جلاند؟ وسوبرفيشال جدا داخل فيها كده البلاد فيسل بتاعها. سوبرفيشال جدا. اصلا ما عنديش غير السوبر ثايرويد والانفيرو ثايرويد. مين اللي داخل سوبر فيشل قوي؟ السوبيرو ثايرويد ولا الانفيرو ثايرويد؟ طبعا الانفيرو ثايرويد ده داخل على البوستيرو ازمت اوف ذا جلاند فيري ديب. يا عم اجيبه ازاي ده؟ لكن اللي داخل قدامك في الايبكس اوف ذا لاترال لوب هو السوبيرو ثايرويد. فتحط السماعه كده بقى على السوبيرو ثايرويد فيسلز عند الايبكس واسمع كده. طبعا هتبقى حلوه قوي. ساعات اسمع القطر ماشي جوه. ايه القطر اللي ماشي جوه ده؟ ده اسمه ماشينري، يعني زي المكنه. بروي. يعني ايه بروي؟ لو تسمع صوت على القلب ده اسمه مرمر. لكن لما تسمع صوت على البلاد فيسلز بالذات الارترز يتقال عليها بروي. الارترز يتقال عليها بروي. طب لو سمعت صوت على فين؟ يبقى اسمها ايه؟ خدتوها دي قبل كده؟ مين الفين اللي ممكن اسمع عليه صوت؟ الكابوت ميدوزا.
لو اتسمع عليها صوت بيتقال عليه فينوس هم. ممكن واحد غزل يسألها لك ايه الفرق ما بين المرمر والبروي والهم؟ الهم ده اللي بيتسمع على مين؟ تفتكر كبت ميدوزا على الفين. لكن المرمر بيتسمع على مين؟ تفتكر السيرويد السوبر سيرويد ارتر الارتر. والمرمر بيتسمع على مين؟ على الفالفز بتاعت الهارت. ماشي. المهم بقى ايه الحاله اللي تخليك تسمع ماشينر بروي هنا هو في السيرويد جلاند؟ ده يدل على انها هايلي فاسكولار ولا ليس فاسكولار؟ هايلي. اكيد هايلي فاسكولار. وانا اتفقنا يا جماعه الهاي فاسكولاريتي في السيرويد جلاند تشخص لك التوكسيك مويتر او في النوادر هايلي فاسكولار مالجنان تيومر. نوع كده هو اسمه فوليكولار كارسينوما. ماشي. ويبدا الانسبكشن والبالبيشن والبركشن والاوسكالتيشن اوف ذا سيرويد جلاند. ازاي بقى تشخص حاله مويتر؟ يعني ما كده اكزامينر يقول لك حالتك ايه؟ طبعا العيال بوابين في الامتحانات تقول لي حالتي ثايرويد. عارفين لو في واحد عامل معدي قدام كليه الطب هيقول لك دي حالتك غده يا عم غده ثايرويد. انت دكتور وعلى فكره ده سؤال علمي. الاكزامينر بيقول لك حالتك ايه؟ تروح قايل له تروح قايل له This is a thyroid swelling. Most probably مثلا التشخيص بقى بتاع الجويتر ده مين؟ most probably primary toxic goiter. وبعدين نمره ثلاثه في كومبليكيشن ولا ما فيش؟ كومبليكيشن مثلا زي ممكن تكون كومبليكيت بهارت فيلر، تكون كومبليكيت بترو اوف سالمس. فتقول ان ذا كونديشن از كومبليكيتد باي ترو اوف سالمس اند هارت فيلر. فما الزمن يجي يقول لك حالتك ايه؟ تقول له كيس اوف ثايرويد سويلنج most probably primary toxic goiter and the condition is complicated by proximus and cytotoxic heart failure. ده اللي اسمه تشخيص. كده انت طالب طب. لكن تقول لي حاله ثايرويد تبقى انت كده من اللي بعديه قدام الايه؟ البلد. ماشي. فثلاث نقط تعلق عليهم في التشخيص. ثايرويد سويلنج. النوع الجويتر ده مين؟ سمبل ولا توكسيك ولا مالجنت ولا انفلاماتوري؟ والكومبليكيشن ايه لو في كومبليكيشن؟ طبعا انت اول ما تقول ثايرويد سويلنج اللي زي ما هقول لك ليه قلت عليه ثايرويد سويلنج؟ ليه ده ثايرويد سويلنج يا جماعه؟ ده قلتها لكم دي في السيرشن يا جماعه. الكومنست سويلنج في النك از ليمف نود انلارجمنت. السكند كومن از جويتر. تفرق ما بينهم ازاي؟ جويتر بيتحرك مع اول كلمه انا قلتها سنجل سويلنج. كلمة سنجل دي اوبسكيوتر ليمف نود. زي ما انتم عارفين الليمف نود سويلنج اولويز مالتيبل سويلنج. فده سنجل سويلنج اكسكلود الليمف نود. وهي تاني زي ما انتم بتقولوا فعلا ده موفز اب اند داون ويز ديجلوتيشن. بس على فكره في حاجات تانيه بتتحرك مع الديجلوتيشن برضو. الحركه دي دوس على الرايت ديب توستيرن ماستوي. ماشي. فيبقى سنجل سويلنج في الاناتوميكال سايت في اللور بارت اوف ذا فرونت اوف ذا نيك. شكله ثايرويد باتر فلاي ان شيب ديب تو ستيرنوماستويد. دي كلها خلاص ان ده اكيد جولد. فسنجل في الاناتوميكال سايت في اللور بارت اوف ذا فرونت اوف ذا نيك الشيب باتر فلاي ديب تو ستيرنوماستويد مودز ويز ديكلوتيشن يبقى ده جولدر. ال عيان ده هو طبعا لازم هتسال فيه انت ليه شخصتي مثلا دي توكسيك؟ ليه شخصتي سيمبل نودولا؟ ليه شخصتي مالجنت جويتر؟ ودي ان شاء الله هبقى اقولها لكم واحنا كده هو عندنا السبوره تكونوا بس ماسحينها كويس عشان هرسم لكم خريطه مقدسه لتشخيص اي جويتر في التاريخ. اربع خمس كده نقط تشخص لك السيمبل من التوكسيك من المالجنت وهرسمها لكم. فدي نبقى نسجلها مقطع كده هو خاص بيها ساعه ما ايه؟ اما نسجل الحته دي ازاي تشخص. ماشي. ويبقى دي حاله الجويتر از هاو تو اكزامن والدياجنوز بتاعها وازاي دي تعرف انت ثايرويد سويلنج والكلام ده كله.